أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟ نعم، ما حكم قراءة الحائض للقرآن بدون مس المصحف إذا لا يجوز لها؟ يا أخي لا يجوز لها تقرأ القرآن وهي حائض، لما تطهر إن شاء الله وتقرأ القرآن، هذا حرص على قراءة القرآن، الله يزيدها حرص، لكن إذا طهرت تقرأ القرآن. نعم.